صباح الخير، صباح يوم جديد مليء بالسعادة والسرور والفرح والنور. تحية خاصة وطيبة من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، من قلب استوديو قناة الصحة والجمال، ولقاء جديد وحلقة جديدة ويوم جديد مع برنامجنا وبرنامجكم طموح شباب. طموح شباب، طموح شباب اللي هنقدمه في مواهب وفي أفكار وفي إبداعات عظيمة. سنة الله في خلقه، سنة الله في خلقه أن يمر الإنسان على مراحل عديدة، لعلها تكون هذه المرحلة البارعة، ألا وهي مرحلة الشباب. ففي هذه المرحلة يستطيع الإنسان أن يكتسب الخبرات وأن يواجه الصعوبات وأن يحقق الرغبات، وأن يستطيع الإنسان أن يتعلم العلوم المنهجية التي يؤهل نفسه على أن يحقق أهدافه وسط المجتمع، لأن يكون متفوقا ومتميزا فيه. النهاردة معانا فقرتين، الفقرة الثانية هتكون مع الزميل علي محمد علي، وهيكون إن شاء الله فيها موهبتين، وإن شاء الله هنستمتع وهنستمتع إن شاء الله بالموهبة بتاعتهم. وأما عن الحلقة الأولى فهيكون معايا محمد نادي محمد، شاب ما شاء الله عنده طموح وعنده أهداف وعنده أفكار، شاب بدأ حياته وواجه الصعاب وحقق الرغبات واجتهد علشان يوصل، فعلا بدأ من الصفر وربنا وفقه، وإن شاء الله بإذن الله تكون حلقة جميلة. نرحب بضيفنا، أهلا بيك يا محمد. أهلا وسهلا بيك، نورتنا في الحلقة، الله يخليك. وإن شاء الله بإذن الله تكون حلقة جميلة إن شاء الله. أهلا وسهلا محمد، قول لنا بدأت إزاي مشوارك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هي كل الموضوع إن أنا في حياتي كلها واجهت حاجات كتير في حياتي كانت صعبة. أولا أنا مش كبير، أنا عندي 25 سنة، تمام، أو 26 سنة، من محافظة بني سويف، مركز إهناسيا المدينة، قرية كفر أبو شهب. طبعا البلد كلها يعني الظروف على قدها، وناس ظروفهم يعني على قدهم، فزي أي حد بيسيب القرية اللي هو منها وبيبدأ يدور بقى على انه يسافر ويشتغل في القاهره، ويبدا يشوف شغلانه طبعا يمشي بيها حياته. طبعا تحياتنا لكل اهل بني سويف، وبني سويف فيها نماذج عظيمه من الشباب المتفوق والناجح في مجاله، وكمان المواهب العظيمه اللي بتنتج من بني سويف. محمد، كلمنا عن حياتك، بداتها ازاي؟ ما فيش والله، يعني يمكن تقول انا اشتغلت في كل حاجه تخطر على بالك. يعني اشتغلت بدايه في مصانع الرخام، اشتغلت في مطاعم الكشري، اشتغلت مثلا في مطاعم الكبده، اشتغلت امن في المترو ايام ما كنت في المعهد، اشتغلت في العتبه بائع متجول طبعا، اشتغلت بائع ولاعات في مترو. ما شاء الله، اشتغلت بياع ولاعات في المترو فتره كده من الاول، يعني اشتغلت في حاجات كتير. يعني محمد، انت حياتك كانت مليئه بالصعوبات، وكنت بتجازف علشان تحقق حاجه كويسه في حياتك. لا ما شاء لا الله عليك، يعني انا شايف محمد نموذج عظيم جدا جدا للشباب اللي اجتهد واللي كمان ما يئسش ولا كان ظل فترته كلها نايم في البيت، بالعكس هو اجتهد واشتغل، وكان بيقول ان هو باع ولاعات في المترو، وان يعني سعى على الرزق، ولان الحاجات دي مش عيب، لكن هو قدر يقف على رجليه ويحقق بالفعل اهدافه ويحقق طموحه، ودي حاجه كويسه جدا يا محمد ان انت تبدا حياتك بشكل ايجابي ما تيأسش منها ابدا. لا الحمد لله، يعني الدنيا الحمد لله تمام. محمد، مين اللي وقف جنبك في بدايه مشوارك؟ هو من ناحيه وقف جنبي، فكل مكان كنت بروحه ربنا كان دايما بيوقف لي ولادي الحلال.
طبعا لان كل انت تستحق ذلك فعلا. ربنا يخليك. يعني شاب أنا طموح وخلوق حقيقي فعلا. كل مكان كنت بدخل فيه او كل شغلانه كنت بروح فيها بلاقي ربنا بيوقف لي ولادي الحلال الحمد لله. ويمكن ده بفضل دعوه ابويا وفضل دعوه والدتي، يعني كانوا دايما بيدعوا لي يعني ما الحمد لله يعني، فكان ربنا دايما بييسرها يعني. اما عن مجال التجاره، ف في بداية المشوار أو بداية الشغل بتبقى محتاج إن حد يديك دافع أو يديك مثلا مساعدة دعم مادية، دعم روحي أو تشجيع. لا لا، دعم روحي أولا ودعم مادي ثانيا يعني. لا أنا لازم النهاردة حد يقف في ظهري يديني بضاعة. النهاردة أنا عايز بضاعة علشان أكون راجل دلوقتي في السوق، لازم يكون معايا بضاعة. طب مين هيديك بضاعة؟ في ناس بتقف معاك وبتقف في ظهرك وبيدوك شغل وبيقفوا معاك يعني. شايفين محمد بيقول ان هو يعني وقف وساند نفسه بنفسه، وان هو اجتهد واشتغل وسعى في الرزق وما تعبش ولا يئسش من السعي. طبعا ان شاء الله يا محمد ربنا هيجازيك كل خير، إن شاء الله لان انت بتجتهد لنيه صالحه والعمل صالح لوجه الله طبعا. ان شاء الله وان شاء الله باذن الله يعني هيبقى في ان شاء الله حد يساعدك ويقف جنبك وينمي طموحك العظيم اللي انت فيه، وان شاء الله باذن الله مع الوقت هتحقق مجالك وتكون تاجر كبير جدا ان شاء الله. ان شاء الله وان شاء الله ربنا هيسر لك الاحوال دايما. ليه ما اتجهتش للفن مع اني ما شاء الله يعني سمعت صوتك وشايف ان عندك اداء عظيم ونغمه عظيمه في صوتك؟ بص، هو موضوع الاغاني بالنسبه لي كان من بدايه لما كنت في اعدادي. كنت دايما حفلات المدرسه، حفلات خارج المدرسه، الافراح الشعبيه كده، فكنت بطلع فيها وبغني فيها. وانا بالمناسبه عامل كليب على قناه شعبيات ما شاء في الله. 2013، وكنت طالع مع سمير الاسكندراني ببرنامج في قناه في قناه القاهره الله يرحمه ما شاء الله. الله يرحمه. بس قصه موضوع الاغاني بالنسبه لي ما هو الا هوايه. تمام انا موضوع الاغاني بالنسبه لي ما هو الا هوايه. يمكن ناس كتير بتقول انت ربنا ما وفقكش في الاغاني والكلام ده، لا انا الحمد لله كمجال الفن بالنسبه لي بوضحه هنا من المكان المحترم ده، انا بوضح ان الاغاني بالنسبه لي ما هي الا هوايه. حد عنده هوايه لكن بيمارس هوايته بجانب مجاله الاساسي، لكن انا كمجالي الاساسي يعني انا الحمد لله يعني انا شايف ان مجال الاغاني بالنسبه لي مش مناسب يعني، لكنها هوايه. هوايه انت ما تتخلاش يعني عنها. انا غير يعني مش عايز فلوس من الاغاني او الحاجات زي كده. حتى انا كان معمول لي كولتون على قناه شعبيات وعملت تنازل للقناه بان انا مش محتاج فلوس للكولتون ولا الحاجات دي. تمام جدا محمد، انت ورطني بعض الحاجات اللي ما شاء الله اللي بتعملها بنفسك، واللي كمان يعني كنت بتكلمني عن التجاره في مصر وعن اسعار التجاره في الاسواق. بص حضرتك، احنا ما شاء الله عندنا في مصر احنا نقدر نعمل شغل حلو جدا وخامات حلوه جدا وباسعار قليله جدا، بس هي كل الموضوع بيرجع للتجار. تمام. يعني في تجار بتاخد المنتج بيحط هامش ربح، ما بيحطش هامش ربح، هو بيحط ربح كبير جدا على الـ على الـ على الـ على المنتج بتاعه، فده اللي بيخلي المنتج يوصل للزبون او للمستهلك بسعر عالي. تمام. انا النهارده بكلمك عن شغلي، يعني شغلي اللي انا بصنعه. انا جايب لك يعني كام حاجه من الحاجات اللي انا بشتغل فيها. ما شاء الله، احنا حابين طبعا وحابين كمان نوري للمشاهدين الشغل بتاع محمد. يعني بص كده، انا معايا ده. تمام. ده الخامه ميلتون. تمام. خامه شتوي. بالمناسبه الشغل اللي معايا ده كله شتوي لان الصيفي خلاص خلص. هتلاقي الشغل ده شغلك يا محمد؟ ده شغلي تصنيعي. تصنيعك انت اللي تصنيع. عامل تصميم الازياء. احنا بنختار ما شاء الله، انت عندك ابداع كمان في تصميم لا الازياء. لا يعني حاجه جميله ده، يعني حتى الاسعار هتلاقي ده مثلا سعره عندي في المكتب 55 جنيه. يعني ما شاء الله ده اسعار كويسه جدا، يعني اسعار تناسب الاسواق وتجاريه جدا وكمان اقتصاديه، يعني قطعه زي كده اكيد يعني انا في سوق كبير. لا انا بكلمك عن ده، يعني انا عندي ده، يعني مش ده بس، يعني انا معايا حاجات تانية. تمام. يعني ده كمان منتج تاني. طبعا كل موديل بيبقى فيه جميع الواناته، يعني كل موديل مش مقتصر على لون واحد بس، يعني الشكل ده كده 10 الوان و8 الوان، انت فاهمني؟ تمام. يعني انا مهتم جدا بالالوان ومهتم جدا بالفينش ومهتم جدا بالخامه. تمام جدا. معانا حاجات زي كده.
ما شاء الله ما شاء الله. ده شغلك يعني، ده بعض بس ده صنع ايدك يا محمد. يعني شغل يعني احنا بص حضرتك، احنا في مصر ما شاء الله عندنا، يعني بص حضرتك كده عندنا اذواق جميله جدا ما شاء الله. بس فاحنا بنحاول يعني ان احنا نعرض المنتج المصري ونشجع المنتج المصري. بس شايفين محمد، يعني محمد مش بس بيهتم بمجال يعني مجاله الفني، وكمان عنده موهبه عظيمه كمان في تصميم الازياء. ومش بس كده، ده محمد يعني عنده روح جميله ان هو حابب يخفض من الاسعار، وحابب كمان ان هو يساهم في اعلان عن اسعار اقتصاديه، ما هياش اسعار عاليه ولا اسعار يعني ثقيله على المشتري. بص حضرتك، الناس في مصر الله يكون في عونهم، فعلا فعلا الناس يعني الله يكون في عونهم. فاحنا بنحاول كل واحد في مجاله ما يغليش الحاجه، الحاجه هي بسعر كويس احط هامش ربح على قد اللي هو الزبون ما يحسش ان هي الحاجه غليت. فاحنا اللي بنعمل الغلاء ده، احنا انا بغلي وده بيغلي وده بيغلي وده بيغلي، توصل للزبون يعني دي توصل للزبون تمام، ممكن اقول لك توصل للزبون ب 120 جنيه. ده حقيقي فعلا، قطعة زي كده الاسواق هتلاقي المنتج ده فعلا هي اصل سعرها 55 جنيه، ليه نوصلها لضعف ثمنها وزياده؟ يعني ده سعر اقتصادي يناسب المشتري. بس انا معايا ناس كتير بتيجي المكتب شغاله اونلاين، يعني بياخد مني الصور المنتج ينزله عنده على الصفحه، وطبعا بيعلنه بسعر اخر غير السعر اللي انت، بس انا يعني بلزمه ان هو يعرض بسعر مخفض، يراعي ظروف الناس الله يكون في عونها، يعني الناس يعني دروس ومصاريف الله يكون في عون الناس. يعني محمد يعني عنده روح جميله جدا ان هو بيساعد الناس على انها ما يعني ما تتجهش للاماكن اللي هي تشتري فيها اسعار غاليه، او ان هي يعني تلاقي مثلا اسعار قطع زي كده في الاسواق غاليه جدا فما تعرفش تشتري، فبيساهم ان هو يخفض من الاسعار. وكمان احنا بنناشد الساده المسؤولين وبنناشد التجار ان هم يعني يراعوا محمد، وان هم ينظروا لمحمد في مجاله الجميل اللي هو بادئ بيه واللي هو ساعي ليه. وما شاء الله عنده ابداعات عظيمه في التصميم، وكمان اسعار كويسه جدا في الشغل اللي هو بيعمله على ايده. يعني ما شاء الله الشغل اللي بيعمله ده تقريبا يعني هو لو شغل اخر هيتكلف بالنسبه هو للاسواق. يعني انا حابب بس اوضح حاجه، انا مش جاي اسوق منتجي تمام، يعني انا حابب اوضح للناس او للساده المشاهدين ان انا مش جاي اسوق منتجي خالص. لا تمام جدا، انا بالعكس انا شغال كويس جدا ومعايا زباين كويسه جدا، ويمكن مش مكفي الزباين اللي عندي الحمد لله. بس انا جاي النهارده اقول ان في يا جماعه شغل كويس مصري وبسعر كويس ما شاء الله، علشان بس الناس ما تفهمش ان النهارده جاي من خلال البرنامج ان انا بسوق المنتج بتاعي. يعني يمكن انت حضرتك لما كلمتني ما كنتش تعرف انا بشتغل في ايه، يعني ده حقيقي فعلا كنت بتكلمني اللي هو انت موهوب انت بتغني فحابين ان انت تطلع معانا، لكن انت انا وضحت لك ان انا في مجال تجاره، فحبيت من خلال البرنامج ان انا اضيف يعني. طبعا برنامجنا لانه برنامج طموح الشباب وتحقيق اهداف الشباب وتحقيق الرغبات، فمحمد بيعلننا شغله من باب ان هو شاب اجتهد وسعى لتحقيق هدفه وان هو قام على رجليه. محمد انت متجوز؟ انا متجوز ومعايا مكه عندها سنتين ما شاء الله، ومعايا سلمى عندها 4 شهور ما شاء الله. ربنا يا رب يبارك لك فيهم ويجعلهم لك الذريه الصالحه ان شاء الله. محمد انت طموحك ايه في الحياه؟ والله عايز اقول لك طموحي اشوف الدنيا كلها بخير. طموحي الحمد لله انا 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 راضي على ان انا فيه تمام الحمد لله. انا طموحي كله او املي في الحياه ان ربنا يرضى عني، وربنا يبارك في ولادي، يبارك في مكه، يبارك في سلمى، ويجعلهم كده يا رب من الذريه الصالحه، وربنا يكرمنا ويقدرنا ان احنا نعمل خير، وان الحياه يعني اصغر من ان احنا نهتم بها اكتر من اللازم. طبعا يعني. طبعا محمد انا حابب اتجه بيك للفن. انا سمعت صوتك ما شاء الله عندك كاريزما عظيمه في الصوت تمام. طبعا احنا حابين
نسمع صوتك والساده المشاهدين يستمتعوا كمان بصوتك. وعشان كمان نقول ان محمد بالرغم من مواجهه الصعاب وتحقيق اهدافه ومجاله الجميل اللي هو قايم بيه على رجليه، محمد كمان موهوب في صوته الجميل وكاريزما الصوت الجميل. حابين نسمع محمد في صوته، هتقدم لنا ايه؟ هو في الحقيقه انا ما كنتش مجهز حاجه لان انت فاجئتني بصراحه. تمام. فانا هغني حاجه، انا بحب اسمع محمد فؤاد ما شاء الله. طبعا محمد فؤاد من الناس المحترمه والفنانين العظام. يعني حاجه كده لمحمد فؤاد، اتفضل حابين نسمعك. قول لك حبايبي دايما تفتكرني يا ناس روحي يا ناس عيني، أمنتك حبيبي بالخير افتكرني، ما كفاية جرح المر أيام اللي مش بتمر، ما كفاية جرح المر أيام اللي مش بتمر، كفاية 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 إن أنت مش جنبي، قلبي بيبكي على كل يوم فراق، في بعدك حياتي مفيهاش غير اشتياق، سبتك وأنا مش عايز أسيبك وأنا قلبي عليك، ذنبك إيه تستنى حبيبك يضع بين إيديك. ما شاء الله ما شاء الله على كاريزما الصوت الجميل. يعني أنت عندك كاريزما عظيمة جدا في إلقاء الأغنية، مش بس كده أنت عندك كمان ثقة قوية بالنفس إن أنت بتقدم أداء عظيم. صوتك ما شاء الله عليه. وأكيد يا محمد يعني نشرت أعمالك الفنية في أماكن قبل كده، أو في مسرح أو في ندوات أو في أمسيات أو في قناة. أنا قلت لحضرتك أنا نزلت كليب في 2014 تقريبا أو 2013 على قناة شعبيات. قناة شعبيات فعلا. وفي أغنية نازلة في موقع طرب ميكس، وفي على قناة اليوتيوب عندي، وبنكتفي بكده يعني. ربنا يا رب يوفقك ان شاء الله. ومحمد انت نفسك تحقق ايه في حياتك؟ انا والله يعني الحمد لله الحمد لله انا راضي باللي انا فيه، يعني انا كده الحمد لله رب انا كده يعني زي الفل. انا كل القصه بالنسبه لي ان انا اعيش مستور، يعني انا اعيش على الوضع اللي انا عليه. انا الحمد لله تعبت في حياتي، يعني تعبت في حياتي جامد. انا عايز اقول لك انا كنت في فتره المعهد كنت بروح المعهد الصبح وبرجع من المعهد معايا لبس الشغل، تمام؟ كنت شغال في محطة سعد زغلول أمني في المترو، تمام. فكنت برجع الساعة 3 أنزل على المحطة ألبس لبس الشغل وأنزل لحد الساعة 12. يعني عايز أقول لك الحمد لله أنا في الوضع اللي أنا فيه دلوقتي أحسن بكتير من الوضع اللي أنا كنت فيه في 2010 وفي 2011. طبعا ده فضل الله يعود، واجتهادك وسعيك لان انت تحقق اهدافك دي حاجه كويسه جدا. محمد تقول ايه للشباب وتنصحهم بايه؟ الشباب عايز اقول للشباب حاجه واحده بس. النهارده احنا في 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 في, في زمن مادي فعلا، يعني كل واحد يشتغل يشوف شغلانه يساعد والده يساعد في ظروف الحياه يعني الحياه صعبه انت فاهمني، فكل واحد أيه. يتجه ان هو النهارده الشاب علشان يتجوز محتاج 250 الف جنيه اقل حاجه. ده حقيقي فعلا. فالنهارده الشاب لازم يشوف شغل، لازم يشتغل، لازم يكون يعني يسيبه بقى من القعده على الكافيهات والحاجات اللي زي كده. ما تقريبا بقاش الشاب بيروح يصرف، يعني بيصرف 100 200 300 في الكافيهات. هو ده يرجع هو الترفيه لابد منه، ولكن التحقيق والاهداف اهم من الحاجات دي. معلش ده يرجع للوالد والناس في البيت والمجتمع اللي هو عايش فيه انت فاهمني. كلنا قعدنا على كافيهات وكلنا صرفنا وكلنا، بس القصه كلها ان احنا لازم نشوف
يعني الحياة قدام عاملة ازاي، يعني كل واحد يبص لنفسه ويساعد والده ويساعد اهله، الناس الله يكون في عونها. يعني محمد تشكر مين وقف جنبك ودعمك في مجالك؟ لا لو هشكر بقى انا كده يعني محتاج حلقتين ثلاثة علشان اقدر اشكر الناس. يعني بصراحة ناس كتير وقفت جنبي. اول حاجة احب اشكر والدي، ربنا يبارك لك احب فيها. اشكر والدتي، احب اشكر اخواتي، احب اشكر عمر، احب اشكر احمد اخويا. الناس دي واقفه في ظهري في شغلي، الناس دي يعني بجد بيعملوا يعني بيبذلوا مجهود فوق طاقتهم. احب اشكر كل اصحاب المصانع اللي ادتني شغل في الاول، يعني عددهم كبير. يعني ربنا يا رب يوفقك وطموح شباب. محمد نادي كان معانا النهارده وامتعنا بصوته الجميل، وكمان يعني المنتج بتاعه اللي هو قدمه، وكمان نتمنى ان التجار يساعدوا محمد في مجاله ويدعموه ويقفوا جنبه اسعار. اهلا بكم اعزائي المشاهدين متابعين برنامج طموح شباب. النهارده معانا حلقه قويه جدا باذن الله، معانا ضيوف كرام. طبعا زي ما حضراتكم عارفين، زي ما بنقول بالمثل المصري كده البسيط، في مواهب بتبقى مدفونه، فيا رب يكونوا معانا كده في السماء عاليه باذن الله. النهارده معانا ضيوف الحلقه مصطفى غرابه وعمار غرابه. اهلا بيك يا مصطفى. اهلا وسهلا. اهلا بيك عمار. اهلا بحضرتك. النهارده هنوجه لهم اول حاجه، احنا بس هنشوف هم بيتكلموا عن ايه او حكايتهم ايه. هنبدا باول سؤال معانا ان شاء الله، انتوا بداتوا مشواركوا ازاي؟ احنا بدانا مشوارنا الاول، انا بداته كنت بكتب وانا صغير، من وانا في تانية ابتدائي تقريبا كنت بقعد اجرب كام حاجات خفيفه كده، قصص اطفال وبتاع. بس جيت بعديها يعني على سنه خمسه او كده بدات اكتب اللي هو حاجات يعني خمسه ابتدائي. انت بتكتب وانت في خمسه ابتدائي تقريبا؟ جيت بدات اكتب قصص قصيره وكده. تمام. جيت بقى في اولى اعدادي وتانية اعدادي، اولى اعدادي قررت ابدا اول روايه بس، وهي لسه ما اتطبعتش، بس ديت كانت حاجه اللي هي خفيفه، هي اللي فرقت جدا فعلا، يعني بدايتها غير اخرها في تنميه في طريقه الكتابه، يعني هي اللي نمت لي مهارات الكتابه بشكل كبير، سواء الكتابه الروائيه او نسج الحبكه او كده. بس وبعديها برضو كنت خلصتها في سنه، جيت بعديها قدمت على مسابقه في مجله اسمها ايجيبت وومن ماجازين تقريبا. تمام. بس وكنت خدت فيها مركز ثالث، كانت مسابقه قصه قصيره. تمام. بس وجيت بعديها. مين اللي وداك المسابقه دي ولا انت وصلت لها ازاي؟ لا كانت على الانترنت. على الانترنت. تمام. بتنمي موهبتكم ازاي؟ هو الموهبه يعني انا فيها الموهبه الحمد لله من وانا صغير. انا اكتشفت اساسا ان انا عندي الموهبه من كام سنه كده؟ بس في رابعه ابتدائي. انا من وانا صغير انا عيل شقي. يعني انتوا بتعملوا ايه يعني بالظبط؟ تمثلوا بس ولا؟ انا بمثل وبالف وهو بيالف افلام يعني وكده. افلام، وفي برضو اعمال مسلسلات ان شاء الله، افكار وفي افلام قصيره. يعني انتوا كاتبين افلام مجهزينها عندكم وكده؟ في ثلاث افلام حاليا. ممكن تقول لي اسمائهم؟ في برضو ده غير الحاجات الادبيه وكده. هو الفيلم الاول أدبية؟ زي الروايات، زي الادب القصير مثلا، القصص القصيره. ممكن مثلا يعني ليا كذا تجربه كده مع الاجاني برضو، ليا تجربه مع الاغاني ليا تجربه برضو مع الشعر، بس يعني فشلت، يعني قلت اجرب تاني بس لسه بقى قبل ما اجرب. هو موهوب في الكتابه، في الادب وفي الاغاني وفي الافلام وبرضو في الروايات. انا افلام بس. بتمثل ولا بتكتب؟ انا بمثل وبكتب. بتمثل وبتكتب؟ اه. طب ما تحب تمثل لنا حاجه بسيطه كده نعرضها للساده المشاهدين؟ ما فيش مشكله. طيب اتفضل. تمام. عادي حاجه بسيطه كده مثلا. تمام. اتفضل. يا عم مالك يا عم؟ يعني ما تحكي لي هو ايه اللي جرى يعني؟ يا عم لقيتها بتخوني، دخلت عليها لقيتها قاعده مع عشيقها تحت في السرير. انا شفتها بعيني وما كنتش مصدق اللي انا شايفه. وفي ايه يا اسطى؟ يعني مش حوار، يعني كبر الحوار. انا اقول لك على موضوع كده، واحد صاحبي يعني حاجه جميله كده، وقعدوا على لايت انا وصاحبي ده، وانا عارف واحده
واحده دي كانت مؤدبه وكيوته وكله تمام، وهو كان بيحبها جدا فرق يعني الحمد لله، يعني اداته الخازوق اللي بيدي لكل الرجاله كلها، هي قامت جايه مفرقعه. انا بقى ازاي اسكت؟ انا يعني جدعانه السقه فيا، لازم الجدعانه دي بتجري في الدوق في عروق كلها، انا لازم اصاحب البت دي وافرقعها زي ما فرقعته. رحت صاحبتها والدنيا تمام، بس للاسف هي كمان فرقعت، وحاليا بندور على واحد تالت يعني يمشي لنا الحوار ويحاول يفرقعها. بس انا كنت بحبها قوي، وما كنتش متخيل ان هي تعمل معايا كده. اقول لك على حاجه، اقتلها. بس انا عمري ما عملت كده يا عم. فيها ايه يعني؟ انا هم عامل سنه، اقسم بالله عاملين زي القطب بسبع ارواح، حاول تقتلهم كده هتلاقيهم صحوا لك تاني. طب انا اسمع كلام مين فيكم يعني؟ انا مش فاهمكم يا عم. اسمع كلام انا. لا اسمع كلام انا يا عم، اسمع كلام انا بقول لك. ايه؟ اسمع كلام انا بس بقى، انا مش عارف اسمع كلام مين فيكم. انت قاعد تقول لي كلام وهو قاعد يقول لي كلام. انتوا الاثنين اقسم بالله مالكوا فايده. انا هكلمها دلوقتي. الو، انت طالق؟ طالق طالق يا حبيبي، يا تصدق صعبت عليا، مش هخونك تاني بس كده. جميل جدا والله، جميل جدا 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 بجد. جميل جدا والله. طب انت بتعمل يعني، انت دخلت في حاجه يعني دراما وكوميدي هو موضوع التمثيل ده بالنسبه لي هو انا موضوع الدراما ده بالنسبه لي عشان موضوع التمثيل ده بالنسبه لي بدا وانا صغير. يعني انا انت حابب المجال من زمان؟ جدا جدا. واللي حبيبني في المجال، انا من صغري انا عيل بحب اعمل مقالب في اصحابي جدا، وكمان في عيلتي مقالب يعني وكدا. مقالب ادخل في شخصيه تانية، اكلمهم في التليفون اعمل فيهم مقلب، وعيلتي كمان ابين لهم بقى ان انا تعبان، انا مش عايز اروح المدرسه، ابين لهم تعبان، وكنت بتقمص الشخصيه جدا ومش قادر وبتاع. فهو ده السنة اللي دخل في دماغي. يعني هو قال لي جمله، يعني روح مثل في السينما اساسا، يعني انت تنفع في سينما اساسا. من يعني ساعتها بقى وانت اتجهت. من ساعتها هو دخل شعور في دماغي. دخل في دماغي. هو ده اتفرج على التلفزيون وسينما وقلب بقى الممثلين وكده، فالحوار فعلا دخل في دماغي جدا. بدأت بقى اروح مسرح في طنطا، وعملت شاركت في مسرح؟ شاركت في مسرح يعني في طنطا. عملت مسرحية كاملة وكده ولا؟ عملت مسرحية واحدة. مسرحية يعني واحدة. الباقي لسه قدام. السينما بقى يعني ان شاء الله يعني لسه. حاولت طيب تقدم في حاجة؟ حاولت كتير وعملت كاستنج كتير، بس اللي هو كل شوية يقولنا يعني سيب أعمالك والسي في بتاعك وأنا برد عليك. طيب. ولا في رد؟ لا إن شاء الله في مستقبل كبير برضو جدا يعني. برضه يعني قدمنا لاستاذ مدحت العدل، واستاذ احمد العدل لسه هيرد علينا، استاذ احمد السبكي، بس يعني ما حصلش نصيب. برضه استاذ حسين قال برضه يعني هو كنا وديناه السيناريو كده، وبرضه يعني وريته سيناريو الافلام اللي انتوا كاتبينها. هو احنا بدانا في موضوع الافلام ده ان احنا نبيع السيناريوهات والحاجات دي. تمام. بس كان في الاول صعب جدا، يعني انت مين اساسا عشان تدي لنا سيناريو؟ بالنسبه للشركات الكبيره دي المشكله اللي واجهتكم، يعني دي المشكله الاساسيه يعني. اساسا حد مش معروف يعني كده. يعني بيقول لك مين يعني بيقول لك مثلا ايه، هنديكوا فلوس بس مش هنحط اسمكم. واحنا طبعا الناس لسه عايزين أيوة نصعد، عايزين فطبيعي حد يعرفكم برضو، انتوا اللي عاملين الاعمال دي، ده مجهودكم طبعا. الوحيد فعلا اللي ساعدنا بمعنى الكامل استاذ مدحت العدل. يعني احنا لما كلمناه وحكينا له ان احنا لسه مبتدئين وكده، صراحه عملنا معامله حلوه جدا جدا، وكمان كلمنا وراح للشركه وخلانا كمان نروح نودي السيناريوهات، وقال لنا ما تقلقوش وهيترد عليك وان شاء الله الدنيا خير. يعني هو بجد يعني انسان جميل جدا. بنوجه له كل التحيه طبعا وكل الاحترام والتقدير ليه. طب مين ساعدكوا؟ مين وقف جنبكوا؟ مين اكتر حد وقف جنبك وشجعك وقال لك انت فعلا موهوب ولازم تسعى لحلمك ده؟ مين اكتر حد شجعك؟ شايفه مين؟ هو طبعا الاول اهلي واخواتي، ودول ليهم الفضل جدا. تمام. التاني حاجة عمار وصاحبي أحمد وإبراهيم، التلاتة دول اللي واقفين جنبي من وأنا صغير، والصراحة يعني ما بخلوش عليا بحاجة. تمام. كل ما أطلب مساعدة يعني هم الصراحة اللي في الأول خالص، دايما اللي بيساعدوني. هو مصطفى برضه، هو مصطفى واقف جنبي كتير، وهو اللي أساسا اللي مصطفى اللي هو ده
مصطفى هو اللي وجه تفكير اساسا للافلام، بدل ما كنت مثلا بكتب روايات ما اعرفش ايه كده، هو اللي قال لي في الاول كده كان عايز يمثل، فهو واصحابه فقال لي انا عايزك تعمل لي فيلم قصير وبتاع، بس بدانا نشوف وكده، كان هو لسه ما بيكتبش. تمام. بس جينا بعديها بقى بدانا الكتابه وكده، يعني قال لي كده جرب الافلام، بس جربناها وفعلا عجبتنا، كنا كتبنا فيلم قصير اللي هو ما بعد الالم ده. جينا بعديها بقى قعدنا نطوره مع بعض، هو في الفتره ديت بقى اتعلم الكتابه، وحاليا تقريبا في الافلام بيكتب احسن مني. ان شاء الله بالتوفيق لكم جميعا يا رب. ان شاء الله. بس انت بتكتب بس ولا بتمثل؟ لا انا بكتب بس يعني بكتب متنوع. كله يعني؟ يعني تقريبا افلام واغاني يعني وكده. انا عملت فلوجات على اليوتيوب. تمام. عملت ايه تاني؟ عملت اغاني. تمام. شاركت في كتابه مسرحيه. ماشي. اسمها كدا. ايه طيب؟ فوزيه النكديه. جميل. توفيق. بس ويعني كتبت الافلام وساعدته في مسلسل كان هو كاتبه. تمام. وبرده كتبت. طب انتوا مالكوش اعمال سابقه على السوشيال ميديا بتنزلوا مثلا على صفحه معينه كده؟ في بنزل على صفحتي اللي هي على الفيس عمار غرابه، ديت بنزل عليها قصص قصيره كل فين وفين وكده، اللي هي يعني كتابه خفيفه كده. تمام. بس وبرده في فلوجات على النت، كان في حاجه كده تبع قناه اسمها عبد الناصر، بس يعني قناه مش مشهوره قوي. تمام. ده واحد صاحبي كان مخليها اكتب له حاجات وكده. افلام يعني كده ولا اغاني ولا؟ لا فيديوهات صغيره كده. تمام. تمام. بيمثلها. ايوه سكتشات. تمام. بس هو في برده ايه تاني؟ طب انت ليه ما حاولتش تمثل معاه ولا انت بتمثل معاه برده؟ لا حاولت كنت معاه في المسرح برضو، بس يعني اللي هو ما حسيتش نفسي في التمثيل قوي فيه. تمام. بس حسيت نفسك في الكتابة اكتر. يعني اللي هو انا كنت معاهم في البروفات بس برضو ما حسيتهاش. تمام. وانت ممثل بس ولا بتكتب برضو؟ لا ما بكتب برضو. بتكتب برضو بس انت مركز اكتر على التمثيل. لا التمثيل ده اللي انا مركز فيه اكتر من التأليف. طموحكم توصلوا لايه بقى؟ نفسكم توصلوا لايه؟ عايزين توصلوا لايه؟ والله احنا بس يعني كل طالبين ان احنا نتعرف بس يعني هو ده. طب انتوا حاولت رحت لحد زي ما انت قلت كده ده يعني هو اللي ساعدكم؟ رحنا بس رحنا المكاتب كاستنج كتير، انا ذات نفسي رحت المكاتب كاستنج للتمثيل. طيب. كافلام ومسلسلات ولا حد واجهتكم بقى صعوبات؟ ايه الصعوبات اللي واجهتكم؟ المشكله الاساسيه ان احنا سنه من طنطا. تمام. فكل شويه نروح نسافر القاهره ونرجع على ما فيش. طبعا مشوار صحيح. نروح ونيجي نروح كل شويه بقى كده. كل شويه يكلمونا نلاقي حد نروح وفي الاخر برضو على ما فيش. في حد بقى حاجه كمان فكره ان المزامنه مع الدراسه وكده، يعني هو السنه اللي فاتت اللي كان فيها الشغل التقيل كله تقريبا كان هو في ثالثه ثانوي وانا في ثالثه اعدادي، بس سنتين مع بعض جمال جدا. يعني اللي هو كان حرفيا المزامنه مع الدروس وكده، وانك تعرف تواظب على 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 مذاكرتك وعلى الدنيا ديت كلها. اكيد طبعا الوقت. صعب اكيد يعني صعب، بس يعني أكيد. الحمد لله. انتوا ليكم اعمال كتابيه صح؟ ليكم يعني كاتبين افلام. يعني سيناريو وكده. كتبنا مثلا في ما بعد الالم، في رحاب الشيطان. ما بعد الالم ورحاب الشيطان. وفي برضو كابوس بنكتب عليه حاليا. تمام. شغالين فيه حاليا. في فرقه المعتيه برضو ده شغال. فيلم برضو. دي افلام قصيره على اليوتيوب ولا افلام طويله؟ طويله زي اللي في السينما وكده يعني. افلام ممكن تتعمل في السينما المصريه. هو فيلم ما بعد الالم ده فيلم كوميديا ودراما عائلي، هو فيلم اجتماعي. طب كلمنا عنه، القصه بتاعته بتتكلم عن ايه؟ الفيلم قصته باختصار. تمام. شخص اسمه عمر. تمام. تمام. عمر ده في داخل كليه، ده شخصيه عاديه كده زي كل الناس، عايش في عيله سعيده، اخواته بيحبوه، اهله بيحبوه، الدنيا كلها تمام معاه وحياته ما فيهاش اي مشكله. تمام. لحد ما هيجي في يوم هو مش هيكون عامل حسابه خالص وهياخد منه كل حاجه، هيحصل له اختبار من ربنا، يعني الاختبار ده هيبقى تقيل بالنسبه له. تمام. احنا هنشوف بقى في الفيلم ده هو هيعرف يعمل الاختبار ده، هو هيعرف يشوف ربنا بعت له ايه في الاختبار، ايه سر الاختبار ده او نهايته ايه، ايه المغزى منه. تمام. هو الفيلم كوميديا ودراما. تمام. الفيلم ده بقى رسالته لاغلبيه الشباب، اغلبيه الشباب في الايام ده هي داخله في حوار اللي هو الاكتئاب، اللي هو انا ايه اللي بيحصل لي، بيحصل لي كده في حياتي طبعا، طب انا ايه اللازمه ده هي، طب انا ايه لازمتي. هو الفيلم ده بيوضح لك كل النقط دي وبيعلمك يعني ان في الاخر
ما تيأش. يعني هو قصه اصلا مش خياليه، هي حقيقيه. لا لا، الفيلم ده جايه من الواقع. من الواقع جدا، اللي هو انت تاخد عيلتك تتفرج عليه، وفيلم يعني فيه نصايح حلوه جدا للشباب. طب عرضتوه لحد الفيلم؟ عرضناه بس لسه برضه محدش رد، وفي كذا شركه يعني مش عايز اقول اساميها، يعني نفس الشغل بتاع اللي هو مش هنكتب اساميكم وكده، هيكتب اساميكم بس هنظبطكم في الفلوس. ما ده يعتبر بيسرقوا مجهود غيره. أيوة. يعني ما هي دي المشكله. ما ينفعش ان شاء الله من خلالنا باذن الله تقدروا تحققوا كل اللي نفسكم فيه. ان شاء الله يا رب، ويا رب دايما في تعلق ونجاح باذن الله يا رب. ان شاء الله. يعني انتوا طبعا قلتوا المشاكل اللي واجهتكم. طيب خلينا طيب انا بحب اشكر طبعا ضيوفنا الكرام، مصطفى غرابه الفنان الموهوب العظيم، واديت اداء جميل جدا الصراحه بجد. وبشكر حضرتك يا استاذ عمار، ويا رب تكون الحلقه عجبت الساده المشاهدين، وباذن الله دايما في تعلق وفي نجاح باذن الله كده معانا في برنامج طموح شباب.